مساء القطايف واللطايف. قبل ما نبدأ الفيلم لو قلبك جامد كمل. بيبدأ فيلمنا مع دجال بيعمل تعويذات وبنشوف بنتين بيكونوا في مكان عمل الدجال وبيبقوا خايفين من المكان وبتجيلهم مساعدة الدجال وبتقول لهم غطوا راسكم وبتعرفهم ان الدجال مستنيهم وبعدها بيكونوا معاه وبيشوفوه وهو بيمسك النار بإيده. أحسن الله إلا من أحسن إلا هنا من أرواح المؤمنين. وبيسأل أوزنور عن سبب مجيئها فبترد عليه وبتقول له إنها عايزة تعرف عن زواجها من شخص هيكون خير ولا شر وبتقول له إن هو اسمه أودريت وإنها مش بتحبه وبنعرف إن هو ابن عمتها فبيقول لها الدجال إن الجن هو اللي هيرد عليك بنفسه. وبيقول لها الدجال ان قدرت هيجيب لك الموت لحد بابك وبعد مرور 12 سنه بنعرف ان اوزنور غلطت مع قدرت وبتبقى متضايقه منه لانه بقاله اكتر من اسبوع مش بيرد عليها وبنعرف انها حامل من قدرت في الحرام وان قدرت مش عاوز المولود وعاوز يتخلص منه ولكنها بترد عليه وبتقول له انها هتخلف المولود وهتسجله باسم قدرت وده اللي بيضايق قدرت جدا فبيضربها وبتقع وبعدها بتقوم اوزنور وبنشوف دم نزل منها وبنلاقي قدرت بيتصل بحافظ علشان يوصلوها المستشفى وبعدها بنروح لنيسا اللي بتكون مرات قدرت وبتكون بتهتم امها المريضه وبتكون معاها بنتها جاده اللي بتكون فاقده النظر وبنرجع لاوزنور اللي بتكون في المستشفى وبيدخل عليها قدرت وبيقول لها ان الطفل اللي في بطنها مات وبيبقى قدرت بارد جدا ومش فارق معاه وده اللي بيبقى مضايق اوزنور جدا وبيقول لها قدرت ان ديت اخر مره هتشوفه فيها فبتحاول اوزنور انها تتوسل له علشان يفضل معاها ولكنه بيقول لها لو ما بعدتش عني هيعرف ابوها وانها ساعتها هتعيش بعارها وبيسيبها وبيمشي وبعدها بنشوف قدرت بيبقى نايم. بابا kalk. Bu gözleri bana takar mısın baba? Kalk ki ben de görebileyim senin gibi. وساعتها بيفوق من النوم وبنعرف ان هو كان كابوس فبيروح لبنته وبيفتكر اللي حصل زمان وبنعرف ان نيسا كانت حاسه بالم المخاض على وشك الولاده ولكن قدرت كان بيقول لها ببرود انها لسه في الشهر السادس وما بيرضاش ان هو يوديها المستشفى وده اللي بيخلي كيس المولوده يتفجر وبيخلي اعصاب عين المولوده تتضرر وتفقد البصر وبيبقى قدرت متضايق جدا لان الدكتور قال له لو كنت جبتها بسرعه ما كانش حصل لها كده وبعدها بنشوف اوزنر بتقول لحماتها انها عاوزه تخرج لصاحبتها ولكن حماتها بتقول لها تخلي ام اوزنور تمشي مكانها وبتقول لها انها ارمله وما ينفعش انها تسافر لوحدها فبتضايق اوزنور جدا من حماتها وبنعرف ان اوزنور كانت متجوزه واحد اسمه علي وبعدها بنلاقي اوزنور بتتصل بقدرت فبيرد عليها وبيقول لها انها ما تتصلش تاني وبيقفل الخط في وشها فبنلاقي اوزنور ناوي على شر القدره وبتبقى مستنيه الحافله وبعدها بنشوف جهده بتعيط وبتقول لامها ان حصل لها حاجه غريبه وبنرجع لاوزنور وبتكون عند الدجال وبتقول له انها عاوزه قدرت يكون مغرم بيها وبتدي للدجال كل الفلوس اللي معاها وكل ذهبها فبيسالها الدجال عن مين اللي معاه فبترد عليه اوزنور وبتقول له ان مراته اسمها نيسا وان امها مريضه وان عنده بنت اسمها جاده فبيقول لها الدجال ان هو هيعمل تعويذه اسمها تعويذه الخنزير على نيسا وبيقول لها ان مفيش حد غيره يقدر يفكها وبيعرفها ان في قبيله من الجن اسمها انذار وانها بتكره المسلمين وانه هيقنع واحد منهم ان هو يلبس نيسا وبيقول لها ان بعد ما الجن يلبسها هتموت بعد 5 ايام وبيعرفها وبيقول لها كل اقارب نيسا من الدم هيموتوا وبيطلب منها اي حاجه من اثر نيسا علشان يكمل التعويذه بتاعته وبيقول لها ان هو عاوز اثر زي دمها او شعرها وانه عاوز صوره ليها وبنشوف الدجال بيحضر التعويذه بتاعته اللي بتكون قويه جدا وبيستخدم فيها عظم شخص ميت. وبعدها بنشوف اوزنر بتكون وصلت لبيت قدرت وبنشوف نيسا بتكون بتضيفها وبتعملها كويس وبنلاقي ام نيسا بتكون سامعاهم وبتكون حاسه بحاجات مش طبيعيه وبعدها بتستاذن اوزنر علشان تروح الحمام وبتكون بتدور على اثر لنيسا وبنشوفها بتاخد شعر من على المشط واثناء رميها المنديل بتلاقي حفاضه عليها دم فبتاخدها معاها واثناء خروجها من البيت بتقابل قدرت في وشها وبيسالها عن سبب قدومها فبترد عليه وبتقول له انها جايه تشوف عيلتها فبنلاقيه بيزعق لها وبيقول لها انها ما تجيش هنا تاني وده اللي بيخلي اوزنر تتضايق اكتر وبعدها بنشوفها عند الدجال وبتدي له اثر نيسا وبنشوفه بيعمل التعويذه بتاعته على نيسا.
وبعدها بيقول لها ان الجن استجاب ليه وان بعد مرور 5 ايام هتتخلص من نيسا وعيلتها. وفي اول ليله بنشوف جهده بتسرح شعر ام نيسا وبنلاقيها بتصرخ وبنشوف جهده بتهديها. وبنلاقي قدرت بيكون راجع للبيت متاخر وبيكون سكران. وبعدها بنشوف نيسا بتقوم من النوم علشان تصلي الفجر. وبعدها بنشوف نيسا بتكلم امها المريضه وبتقول لها انها مش حاسه انها كويسه وبتطلب منها انها تدعي لها وبتروح علشان تنظم الغرفه فبتحس بحاجات غريبه. وبعدها بنشوف نيسا بتحكي لقدرت على اللي حصل لها وهي بتصلي ولكنه بيتهمها بالجنون وده اللي بيخليها تسيبه وتمشي. وفي ليلة تاني يوم بنلاقي اوزنر بتفوق من النوم وبتلاقي علي جوزها بيكون في الحال ده. ولكنه بيطلع كابوس. وبعدها بنشوف نيسا بتكون بتهتم بامها وبتشغل لها الموسيقى اللي بتحبها وبتقول لها انها بتحضر لها الشوربه اللي بتحبها. وبنشوفها بتكون حاطه الشوربه على النار وبتسيبها وبتروح ترمي الميه. وبعدها بنشوف الناس بتعزف نيسا وبتبقى اوزنر من ضمن الحضور. وفي تالت ليله بنشوف قدرت بيحاول انه يدخل بيته ولكنه مش بيعرف. وبعدها بنلاقي الباب اتفتح لوحده نيسا. وبعدها بيرجع لطبيعته وبيلاقي جهده قدامه وبتطمن عليه. وبنشوف قدرت بيقول لنيسا ان هو كمان بدا يشوف حاجات غريبه وانه هيروح يستشير رجل دين. وفعلا بيروح لرجل الدين وبعد ما بيحكي له بيعرفه رجل الدين ان نيسا متسلط عليها جن وبيقول له ان ممكن شخص على خلاف معاكم يكون هو السبب وبيعرفه ان هو هيساعدهم. وبالليل بتسمع نيسا صوت امها بتنده عليها. وبنشوف قدرت جه وبتقول له انها حاسه انها مش بخير فبيعرفها ان هو هياخدها الرجل الدين. وفي الليله الرابعه بتكون ليله ممطره وبنشوف اوزنر بيتقطع عليها النور فبتولع شمعه. Ama teyzenin oğluyla yaptın diye sakat doğmuş. Al kendin bak.
وفجأة اوزنر بترجع لطبيعتها، وبعدها بنشوفها بتتصل بالتجال وبتقول له ان بدأ يحصل معاها حاجات غريبة، وبتعرفه ان اللي ماتت هي ام نيسا بس، وبتكون حمات اوزنر سامعة المكالمة وبتسمعها وهي بتقول للدجال هل الجن اللي لابس نيسا هيأذيها، ولكنه بيرد عليها وبيقول لها ان اقربها في الدم بس اللي هيموتوا. وبعدها بنشوف نيسا بتخيط هدوم بنتها، ولكنها فجأة بتحس بحاجة غريبة. وبيقول لنيسا ان هما هيطلعوا الجنة النهاردة. وبعدها بنشوف قدرت بيقول لجهدة ان هو هيطلع مع امها وبيطلب منها تبقى كويسة مع عمتها اللي بتكون حمات اوزنر. وبعدها بنشوف قدرت ماشي مع نيسا وبتكون تعبانة وفي طريقهم لرجل الدين، وبنرجع لاوزنر اللي بتكون بتاكل. وفي الليلة الخامسة بيكون قدرت ونيسا وصلوا الرجل الدين، وبنشوف قدرت بيعرفه ان هو عارف اللي عمل التعويذة، وبيقول له ان هي اوزنور لان حماتها كلمته وقالت له كده في المكالمة، وبيعرفه ان هو عارف ان كل قرايبها بالدم هيموتوا، وبياخدها قدرت ورجل الدين للمكان، وبنشوفه بيقول لقدرت انك هتشوف حاجات عمرك ما شفتها. واثناء ما بيجهزوا نيسا بتكون شايفة قدامها بنت صغيرة واللي بتكون بنتها جاهدة، وبنشوف رجل الدين بيرقي نيسا، وبعدها بيبقى هيضربها ولكن قدرت بيمنعه، فبيعرفه رجل الدين ان اللي لابسها هو اللي هيتأذي مش هي. وبنشوف كل من نيسا وجهدة بتقول لقدرت في نفس الوقت وبعدها بيحاول رجل الدين انه يضربها، ولكن نيسا بتكون قوية جدا. وبنشوف رجل الدين بيقول لقدرت يساعده في تقييد نيسا، وفعلا بينجحوا في كده، وبيبدأ رجل الدين يضرب في نيسا ولكنها بتموت، فبنلاقي قدرت بيقول له ان هو قتل مراته وبيبقى هيقتله، فبيرد عليه وبيقول له ان نيسا كانت تحت تأثير الجن وانها مش هي اللي كانت ملبوسة، وبيشاور له على جهدة. وبنرجع فلاش باك وبنعرف ان ساعة ما كانت جهدة بتعيط وبتحكي لامها سر، بنعرف ان السر انها بلغت وان الدم ده كان دم جهدة مش دم نيسا، وده اللي بيعرفنا سبب موت اوزنر. وفي نهاية الفيلم بنعرف ان في القصة الحقيقية ان الاب ومراته وبنته ماتوا في قبو الجامع. وتعملوا فولو لصفحة فيلم على الطاير ولصفحة أيمن سيد الأهل لأن هو اللي كتب الملخص، ولصفحة أحمد سيد الأهل لأن هو اللي منتج الفيديو وسجله كمان. مفيش شابوه.